مدينة الرأس سنة 15/2013. مرحبا يا عمو، أهلين. شلونك يا عمو؟ الحمد لله. عمو احكي لي، شو الوضع بالرستان؟ شلون عايشين؟ شو عندكم نقص بالمواد الغذائية؟ سيء. شو بدي احكي لك؟ احكي لي يا عمو، شو عندكم نقص بالمواد الغذائية؟ الخبز كل اسبوع ربطة، والخضرة كلها بتكون غالة، والمي بالسهرج عم نعبه. طيب عمو، انت في عندك مدرسة؟ عم تروح على المدرسة؟ شي المدرسة صار لي سنتين ما عم اروح عليها، بالشهر الاسد دمرنا اياها، عم ضربنا اياها بالدبابات وبالطيارات. طيب عمو، عمو نحن هلا جايين على الشتوية، انتوا مجهزين حالكم؟ عندكم مازوت وعندكم حطب؟ ما مجهزين حالنا خالص، مازوت ما عندنا، حطب ما عندنا، ما في عندكم بالمرد. طيب عمو احكي لي، شو اوضاع القصف؟ عم يصير عليكم قصف شي هون على الرستان؟ كل يوم بقصفنا. طيب شو انواع الاسلحه اللي مقصفكم فيها؟ دبابات ورجمات وطيران. شو بتحب تدعي بالشهر الرصد يا عمو؟ الله لا يوفقك.